مرحبا بكم في استاد لالوش بالعاصمة البرتغالية لشبونة. نعيش الليلة اللقاء الذي يجمع بين برشلونة ضد توتنهام هاتسبر. مشاهدينا متابعينا اهلا وسهلا ومرحبا بكم، نهار الفل للناس الكل. انا رؤوف خليف احييكم من خلال التعليق على مباراة اليوم. والموسيقى الرسمية لدوري أبطال أوروبا هي حقيقة الإضافة المثالية لتلك الأجواء الحماسية. لنلقي نظرة على تشكيلتي الفريقين. ركلة البداية، مخالفة موجودة وسافرة حكيمة. كرة طولية إلى الجناح في وضعية صحيحة، وتخرج الكرة إلى رمي التماس. يا للروعة! جوردي ألبا، توزيع ناحية اليمين. أنا أعرف أن هذا اللاعب لا يكل ولا يمل. ستأتي اللحظة التي ينجح فيها في المرور والعبور. كرة على الجانب،
وعرضية، الدفاع في المكان لإبعاد الكرة، كرة للجناح، مرت البينية ووصلت إليه، يفعل الدفاع ما في الإمكان ويبعدها إلى بر الأمان، كرة طولية إلى الجناح ويلعبها إلى المنطقة. جول 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 جول، هدف عكسي يسبب الحرج والقلق. كرة غدارة غدارة، الأخطاء واردة في كرة القدم، لكن استقبال أهداف بهذا الشكل يظل عالقا في الأذهان طويلا. خطأ مؤسف للغاية. يعيد الكرة إلى الوراء لبناء الهجمة. يحاول أن يلعبها بينية. يحاول لعب كرة بينية غدارة. بيكي يبعد الكرة على منطقته. ها هو أغويرو. يلعبها بينية أرضية. يصفر الحكم. أعتقد أنه يحتسب المخالفة. والحارس يلعبها بعيدة عن مرماه. يحاول تمريرها عبر الدفاع. يحاولون التحصل على ركنية. يلعبها قصيرة. يبعدها الدفاع إلى ركنية أخرى. هذه مخالفة، قرار صحيح. قد يقع هنا في مشكلة، الحكم يتحدث إليه لكنه مجرد تحذير شفهي. عليه الانتباه بعد ذلك في التدخلات. ويتزحلق تجاهه سون هونغ مين. ستذهب الكرة إليه. سون هونغ مين ينطلق. لا، لم تنجح هذه الكرة. سيرخيو بوسكيتس. كرة طولية إلى الأمام. يلعب كرة بينية. يمسك الحارس الكرة. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية. فرصة خطيرة. لقد فعلوها. أصبح الفارق الآن هدفين. في مواجهة من هذا النوع كان لابد من فائز واحد. النتيجة الآن هي هدفان مقابل لا شيء. يحاول لعب كرة بينية غدارة. قام بعمل كبير وتوغل ناحية الصندوق لكنه لم ينجح في النهاية. يحاول فك دفاعات المنافس. توزيع على الرواق. يلعب العرضية إلى الصندوق. الدفاع قادر على التصدي لكل خطورة. عدت الكرة. تسديدة. واستغلوا الفرصة وأصبحت في المرمى. ولكنه كان متسللا. هذه كرة غير محسوبة. هات الصورة ورينا الكرة.
الكرة إلى اليسار، يحاول تمريرها عبر الدفاع، يحاول أن يلعبها بينية، أبعدها وأنقذ الفريق من خطر محقق. والكرة ملعوبة إلى الأمام، تلعب الكرة ناحية اليمين، أزال الخطر مؤقتا. جوردي ألبا، والكرة للمنطقة الأمامية، تغيير اللعب على الرواق، وتخرج الكرة إلى رمي التماس، هو جوردي ألبا وهو موجود في المكان المناسب لإبعاد الكرة، يلعبها بينية أرضية، سدها الدفاع، تمشي الكرة على الأطراف، هذه هي نهاية الشوط الأول. هناك فارق أهداف لكنه غير مطمئن، النتيجة هدفان لصفر. ستنطلق صافرة بداية الشوط الثاني. يتألق الدفاع في منع الكرات من الوصول لمناطق الخطورة. فاصل جميل من التمريرات. الكرة داخل منطقة الجزاء. سيرخيو بوسكيتس. بيكي. يلعبوها للأمام. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ فرصة للتسجيل، يقوم بتصويب الكرة بقوة، يحاول فك دفاعات المنافس، أغويرو يلعب كرة على الجانب الأيمن، يلعبها بينية أرضية، مناورة رائعة، يرسل عرضية أرضية، يبعدون العرضية، كرة طولية إلى الجناح، ها هو أغويرو، تعود الكرة إلى الخلف، اللاعب يستحوذ على الكرة وينطلق إلى الأمام، يبحث عن زميله، ليس متسللا هنا، واستغلوا الفرصة وأصبحت في المرمى، تقلص الفارق وأصبح فارق هدف واحد. هذا هو ما يحدث عما يسمحون للاعب من هذا الطراز بالحصول على مساحة في منطقة الجزاء. والسؤال هو لماذا لم يقم أحد بأحكام مراقبته؟ دفاع انتحاري في رأيي. تم تسجيل الفارق إلى هدف واحد. يلعبها طولية. كرة عرضية. يرفع يده للاعبين طالبا السماح. فنية كانت أفضل مما كان، لكن لابد من الإتقان في قادم الأحيان. ويستمر في انطلاقته الطويلة. تفوق في المواجهة البدنية وحصل على الكرة. وبروز التوتر والترنح. وعلى العكس تماما فإن الخصوم أكثر تماسك واقتناع بالقدرة على تحقيق الانتصار. وسيصعب الأمر أكثر وأكثر. هذه كرة جول. جول! من الصعب دائما على الحارس ان يتعامل مع مثل هذه الكرات. عبرت الكرة من فجوة صغيرة في الدفاع ولم يتمكن الحارس من فعل شيء.
سوى احضار الكرة من داخل الشباك. هل كان في استطاعته الوقوف في طريق الكرة؟ يتقدمون بفارق هدفين الآن. العرضية إلى العمق، جوردي ألبا ممتاز في الإبعاد. وتخرج الكرة إلى رمي التماس. مراوغة رائعة. هل يمكنه تسجيل الهدف؟ بيكي ابعدي يا كرة وانتهي يا خطورة. تسديدة، ضاعت فرصة محققة. كرة على الرواق، كرة تولية إلى الأمام. بيكي في قراءة ممتازة يمنع الكرة. يلعب كرة بينية. أغويرو هدف آخر. يتفوقون بفارق 3 أهداف وقد تكون هذه نتيجة كافية للفوز. دون شك ودون جدال كانت لعبة من أعلى التراس. إنهم يتقدمون الآن بفارق 3 أهداف. الكرة للأمام. الكرة الأرضية إلى المنطقة. ممفيس ديباي. يحاول لعب كرة بينية غدارة. ها هو كين يلعب بينية ويسدد. تألق رائع من الحارس الذي أنقذ مرماه وجنبه الخسارة. سيرخيو بوسكيتس. سون هونغ مين. يبحثون عن الفرصة الأخيرة الآن. من التمريرات الجميلة. أغويرو يمررها إلى يمينه. فاتت ومرت ووصلت إليه. لم يخاطر على الإطلاق. هذا هو آخر تبديل لهم. تلعب العرضية إلى منتصف المنطقة. وتعاملوا مع العرضية بشكل جيد. يحاول أن يلعبها بينية. وهي صافرة نهاية المباراة. قدموا عرضا رائعا من اللعب الهجومي. كانوا يخترقون الدفاع متى أرادوا. إنهم امتياز كبير.